المسلم يكون له ورد يومي، كل يوم يقرأ شيء من القرآن، يعني لا يهجر القرآن، لا يترك قراءة القرآن. نعم. المسلم يرى نعم يعيل قرآن الكتب يعني أولا لابد يصحح القراءة، يقرأ قراءة صحيحة، يذهب إلى شيخ، إلى أستاذ، إلى معلم يقرأ عليه القرآن أول شيء حتى تكون الحروف النطق صحيح. نعم، أهم سورة عندنا هي سورة الفاتحة، لابد نصحح قراءة الفاتحة قبل الحفظ. قرآن تدرسه، أهم شيئاً هو 제1장 수라토 파티야 이면 개경장이라는데 그것이 가장 중요합니다. 그래서 다른 구절을 읽기 전에 우선 수라토 파티야를 제대로 정확하게 읽는 법을 배워야 합니다.